مثل ما قرأت بعنوان الفيديو، أكو ناس تقول الجن المسلم يتحضر، وهذا الشيء من المستحيلات. وحتى إذا أكو جن مسلم متلبس بشخص، فهذا الجن يكون عاصي. وحكيت بالأمر أكثر من قصة. أما قصة اليوم هي من شخص يقول أنا قدرت أحضر جن مسلم، لكن بعدها صارت كارثة. ويلا نبدي بقصتنا، لكن قبل لا نبدي بيها جيب لك حاجة تشربها أو تاكلها، وذكروا لي الله يا جماعة الخير، وصلوا لي على الحبيب المصطفى، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. اسمي نعيم، أعيش بقرية أنا ووالدتي، وهاي القرية صار بين نهر وشارع، والقرية هاي كبيرة مو صغيرة، وتعتبر قرية زراعية. أهل القرية تقريبا نصهم قاموا يعوفون جيعانهم ويطلعون بسبب الجفاف اللي يحدث بين فترة وفترة بالأنهار، بسبب مشاكل جاي تصير بعيدة علينا ويا ناس يعني عندهم جيعان ثانية. طبعا أنا أول ما انولدت للدنيا انولدت ووالدي يعني توفى وراها بفترة، ما لحقت علي، ما شايفه بالصور الأبيض والأسود فقط. المهم تربيت ووالدتي اللي ربتني، وكنت أنا مخلص بعملي بهاي الأرض الزراعية مالتنا. وكانت هاي الأرض الزراعية مالتنا اللي بنص هاي القرية قرية فقيرة، والناس دولة اللي موجودين بيها كلهم كانوا ناس فقراء وبسطاء. القرية هاي ما بيها يعني لا مستشفى لا مدرسة، المدرسة بعيدة جدا عليها، حتى الناس قلة يروحون يسجلون أولادهم المدارس لأن كلفة نقل، وثاني شيء كلفة وقت. يعني إذا أنت عندك طفل وتريد توديه للمدرسة فراح تتعب جدا، والناس هناك حالين يعني بعيشتهم وأكلهم، وأنا هم كنت ما متعلم، لكن الحمد لله والشكر والدتي تعرف تقرأ وتكتب. ولما أنا كنت صغير صح ما دخلت مدرسة، علمتني أقرأ وأكتب، كانت قراءتي شوية أحسن من كتابتي، خطي مو حلو نهائيا، وكنت دائما يعني أجيب كتب أجيب حاجات أقرأهن، وهذن الكتب كنت أجيبهن من المسجد. عندنا مسجد بهاي القرية لكن بعيد، يبعد عني هذا المسجد تقريبا 20 دقيقة مشي، وإذا ردنا نصلي الجمعة ونروح المكان نروح المسجد ثاني، لأن هذا المسجد كان مسجد صغير جدا ويعتبر مو مسجد، استراحة، واحد مخلي يعني من الأرض مات مساحة، وباني بهاي المساحة غرفة صغيرة مخليها مقابل القبلة، وأكو ناس تمر على الشارع أحيانا يسافرون أو يروحون يعني المكانات ثانية يصلون بهذا المكان، وأكو ناس ما تعرف أصلا هذا مسجد. بيوم من الأيام صاحب الأرض اللي كان باني مسجد هنا وزع الأرض اللي عنده وصارت محلات، أما بالنسبة للمكان اللي كان بيه المسجد انطى مساحة أكبر وبناء على حسابه، وحتى القرية دفعوا وياه فلوس قالوا نريد مسجد يعني مرتب وقريب، وفعلا انبنى مسجد بالقرية وبدت الناس تروح تصلي بيه الصلوات، وأنا الحمد لله والشكر كنت أصلي. راح أحكيكم فد سر، وهذا الكلام راح يكون يعني بينكم وبيني، احتمال أنتم تشعرون أحيانا بهذا الشعور. أنا كنت أصلي لكن ما كان عندي فد إيمان مطلق، يعني كنت يعني أشكك ببعض الحاجات، وهاي طبعا ما يصير، لكن أنا بذاك الوقت يعني ما كان عندي وعي كافي. المهم كنت أشكك ببعض الأمور لكن أصلي والحمد لله، لغاية ما قمت أروح أصلي الفجر بحكم الشغل مالتي اللي صادف ورا الصلاة مباشرة، قمت أقعد قبل الصلاة أروح للمسجد أشتم هواء بالأراضي، الناس كلها ببيوتها صوت ماكو، قل يروحون للمسجد ينعدون ما يعبر عددهم يعني 5 إلى 10، وأصلا هي القرية صغيرة. فبيوم من الأيام وأنا رايح صادفني واحد يمشي بنفس الطريق مال المسجد وسلم علي وظل يتكلم وياي، سألته وقلت له أنت وين رايح؟ قال رايح أصلي للمسجد. وفعلا وصلنا للباب مال المسجد وأنا فتحت خطوة ودخلت وهو ظل وراي، ما أعرف إجا ولا ما إجا ما أعرف، لكن هذا الشاب أول مرة أشوفه، وبما أنه أنا ساكن بقرية صغيرة من المفترض أعرفه، ما سألته وما قلت له أنت
ابن من. المهم وراها بش كم يوم وهم صادفته مرة ثانية يمشي، وهم كذلك وصلنا للباب مال المسجد، بدأ يسوي نفسه ما عرف شي يسوي. المهم أنا عوفه وأدخل أريد أصلي وارجع الشغل، وتقريبا أسبوع كامل أنا أشاهده رايح هو وبعدين ما عرف وين يروح، ما أشوفه بالمسجد. واللي يصلون كان عددهم قليل، من المفترض لما أطلع ألقاه، ما كنت ألقاه. بيوم من الأيام وأنا جاي أمشي وياه سألته، قلت له أنت ليش تطلع يعني بسرعة من المسجد؟ لأن أنا كنت متخيل أنه هو يدخل يصلي. يقول لي مواني أرجع للبيت. سألته وقلت له هو أنت ابن من؟ قال أنا ما عندي أهل وأنا أسكن بكذا وأنا قاعد بالمخازن مال فلان. قلت له أنت ايش عندك بالمخازن؟ سمالي واحد وهاي المخازن بعيدة علينا أصلا، يعني ما يصير المفروض طريقة على طريقي. سألته يقول لي لا أنا أجي أتمشى وأشتم هوا. المهم كنت ما مرتاح لبعض الشيء، لكن لما قام يظهر إلي وبصورة متكررة صارت علاقة عندي بيه. بيوم من الأيام نزلت ورحت للمدينة، نزلت أجيب بعض غراض للأرض الزراعية مالتنا، وهاي تقريبا أسويها بكل موسم. نزلت لهناك أخذت الغراض اللي أريدهن، أخذت بعض حاجات للبيت ودخلت السوق بغراض يعني إلكترونية، مسجلات، الراديو كذا. فلقيت MP3 نازل جديد حجمه صغير وبشاشة لونها أزرق وتنحط بيها سماعات، وهذا MP3 تقدر تسمع بيه أغاني. وفعلا كان بذاك الوقت يعتبر تطور أو طفرة، يعني جهاز صغير تحطه بإذانك وكذا، يعني الموضوع كان جميل نوعا ما. وفعلا أخذت هذا MP3 الصغير وحطيت بيه أغاني هواي بالكارت مال الذاكرة. المهم طول الطريق وانا حاطه بإذاني وأخذت وياي بطاريات هذا MP3، ما كان لا يشحن ولا أي حاجة. المهم أخذته وطول الطريق وانا أسمع بغاية ما وصلت للقرية وطبيت، والوضعية كانت طبيعية. نزلت الغراض وهذا الكلام تقريبا العصر. بعد هالمغرب طلعت برا، يعني حبيت انه انا شوية انفرد بروحي. والدتي كانت جوا، وهذا الكلام يعني بعد ما تعشيت وطلعت. المهم حطيت السماعات بإذاني وبديت افتر بالارض الزراعية مالتنا واسمع اغاني شوية، واسمع صوت انمزج ويا الاغاني كأنه واحد ينده علي. نزعت السماعات ولقيت هذا الشخص متقدم علي من بعيد وينده. المهم اجى تكلم وياي، حط السماعات بإذانه، فقال لي باوع اذا انت هاي الاغاني مليت من عندها تعطيني الكارت وهاني اجيب لك اغاني. هذا الكلام اللي قاله. قلت له لا جبت جديد. قال لي حلو، حتى اتذكر لحد الان كان لونه ازرق وبرصاصي من فوق ازرق، ومن جوا الغطاء مالته اللي ينفتح بيه بطاريات كذلك ازرق، اما الحزام مالته فلونه كان رصاصي. وبهذا اليوم تحديدا ظليت متاخر تقريبا ويا الحد الساعة 10، وهذا الشيء مو من عوايد وتاخر علي الوقت جدا. كنت اكثر شيء يعني الساعة 9 اكون نايم وغفيان. حتى لما رجعت لقيت والدتي خايفة علي، تقول لي كسة اطلع بالباب اناظر وتعرف بي انا شوية نظرة ضعيف وما اشوفك وين كنت. المهم قلت لها تعرفت على واحد ويشتغل بالمخازن. المهم والدتي قالت ويجي من المخازن لهنا، لان كانت المخازن بعيدة بعض الشيء، واذا كان يشتغل بالمخازن وحارس ايش عنده عايفها وجاي. المهم ما عرفت اهمية الموضوع وصار صديقي نوعا ما. وبذاك الوقت سألت على اسمه، قال لي اسمي سيف. المهم ما اريد ادوخكم بهاي التفاصيل، رحت ونميت مباشرة. غفيت وبهاي الليلة ما قعدت على الصلاة، قعدت والوقت متأخر، لكن بعد الظلام مختلط اقدر اروح للصلاة مو ما اقدر واحتمال الحق، لكن اصلا انا ما قعدت من وقت مثل كل مرة. وفعلا مباشرة طلعت اخذت الغراض ورحت حتى اشتغل بالارض الزراعية مالت، والمشكلة لقيته موجود بارضه. قال لي شفتك تأخرت وجيت عليك، شنو اليوم انت ما تروح من المسجد؟ قلت له لا ما اروح، الوقت تأخر وماكو داعي. المهم ظل وياي ظل وياي وانا بديت اشتغل، وهو كذلك يعني وياي حايص اروح يمين يجي من يمي كذا. مرة واحدة ما اعرف وين اختفى وراح، وظليت اتلفت.
بعدين تذكرته وأنا سهيت عنه شوي، بس على الأقل غير يقول لي أنا رايح. المهم يعني اختفى وما أعرف بوين راح. باليوم الثاني لقيته المغرب هم موجود بالأرض الزراعية مالتنا. تكلمت وياه قلت له أنت شنو قصتك وش رايد من عندي؟ قال أنا وحداني وما عندي أحد وأنا جايك بشغلة تفيدك. أنا شفتك أنت تروح دائما للمسجد وتصلي وأحس بيك يعني أنت راح تقدر تفيدني وراح أقدر أنا أفيدك. قلت له وش جاب علاقة المسجد يعني بالشغلة؟ قال لي لو تروح وياي للمخزن وأشوفك كان عرفت أنا اللي أقصده. قلت له تمام أروح وياك. المهم رحت للمخازن بذاك الوقت ومشيت أنا وياه، واحد بصف الثاني وكنت حاط سماعة بإذاني والثاني حاطها بإذاني وأقلب بالأغاني وهو يضحك ويشاقه ويقول لي هاي الأغنية حلوة وهاي مو حلوة. لغاية ما وصلنا المخازن مباشرة ركض وأنا ظليت مذهول. ركض وكانت الباب قدامي ما دخل من عندها، ما أعرف مين افتر. المهم تقدمت أريد أشوف الوضعية شنو، وإجاني من الاتجاه الثاني كان يقول لي اجيتك، وكان شايل بايده جنطه لونها اسود. بعدين قلت له خلينا نطب جوا للمخازن ما اعرف شنو. قال لي لا عوف المخازن بابهم مسدوده والابوه تدري بيها طافيه وما يخلون احد يشعلها بالليل، صاحبها ما يقبل. المهم خذني ورجعني، رجعني للارض الزراعيه مالتنا. الارض الزراعيه مالتنا كانت يعني ما بيها اضاءه، لكن اكو اماكن احنا مخلين بيها اضاءة مثل الممر او الممشي، هذا كله كنا حاطين بيه اضاءة. وقفنا بالطرف مال هذا المكان وكان يقول لي بابا عاني لما مشيت وياك عدة مرات وانت تروح وكذا وسمعت وياك اغاني عرفتك انت شنو، انت تحب الهدوء انت كذا. وبدأ ينطيني اشياء فعلا اني احبها. سألته وقلت له شون؟ قال كله من وراء هذا الكتاب، هذا الكتاب قريته افتهمت اشياء هواي وقام يصير عندي يعني مثل التخاطر. ما كنت تعرف هذا الكلام. قلت له يعني شنو؟ قال لي يعني قلت احس بالشخص المقابل بمجرد انه اني اتكلم وياه او احكي وياه. انا بطول الوقت وهو يتكلم كنت اناظر عليه وعلى افعاله وعلى حركات ايده وعلى تعابير وجهه. قلت له تدري انت مو طبيعي؟ قال لي ليش بيه؟ قلت له ما اعرف، انت مو كانت عيونك غير لون لما شفتك اول مره؟ قال لي لا. المهم قمت اشوف بيه اشياء غريبه لكن هو كان ينفيها. المهم قال لي اسمع انا رد انطيك هذا الكتاب، كان الكتاب بجنطه سوداء وبعدني ما شايفه. وقال بما انه انت تحب الكتب وقراءتها اقرا بهذا الكتاب ولما اجي عليك مره ثانيه لان انا راح اسافر انطيني اياه، لكن لما تقعد تقرب هذا الكتاب اقعد باجواء وحدك حتى تفتهم، والكلمات اللي ما تفهمها حاول تغمض وتخلي هاي الكلمه قدام عيونك وراح تحس انه اكو احد يقول لك باذانك شنو معنى هاي الكلمه. طبعا شدني جدا هسه انتو واحد يقول لكم هذا الكلام. قلت له لا انا ما اخذ هذا الكتاب. الصراحه قمت اخاف، ما كنت اعرف باشياء يعني مثلا مال تسخير جن او تحضير جن وغيرها. قال لي انت هم تعرف الجن وسامع بيهم؟ قلت له اي اعرف طبعا. قال احنا هسه نعيش بعالم بجن مسلم وجن كافر، تعرف هذا الشيء؟ قلت له اي اعرف وسامع بهذا الموضوع. قال لي هذا الكتاب يخليك تحضر جن مسلم، وفوق هذا كله الجن راح يصير خادم لك ويطيعك باي شيء تريده، وكل الاشياء اللي يطيعك بها هذا الجن لازم تكون اشياء خير. طبعا ماكو واحد بينا يسمع هذا الكلام وما يفرح، وماكو واحد بينا ما يحب هاي الاشياء، يعني يكون عندك جن الصخره على عمل الخير، كنا نريد هذا الشيء. المهم انطاني الكتاب هو الجنطه السوداء، اول ما مديت ايدي اريد اطلع الكتاب من الجنطه صرخ بي صوت عالي وقال لي وقف لا تطلع الكتاب وانا موجود، ما يصير تطلعه وتقراه واكو احد يمك، لعد انا كان قعدت يمك وخليتك تقرا بالكتاب، هذا الكتاب مثل السر، تقعد يم احد ما يصير نهائيا تقعد وحدك وتقراه، لان هذا الكتاب راح يعلمك على التخاطر وغيره وراح تلقى بيه اشياء تفيدك، يعجبك تاخذه لو اخذه واروح، طبعا الامر
كان مغري جدا، واي شخص بينا يعب هاي الاشياء، ولو شخص غيري هم راح ياخذه. قلت له اخذ الكتاب. اخذت الكتاب من عنده وبعدها عافني ومشي. رجعت للبيت اتمشى وما ردت والدتي تشوفه. شنو اللي كان مخوفني ما اعرف. كانت عندي غرفه انا مسويها لي، كانت بيها يعني بعض صور ملزوقه، غرفه مال واحد فقير وغرفه بسيطه جدا. حطيت الكتاب جو الفراش مال السرير وطلعت شويه موالدتي وبعدها رحت ونمت وما اعرف شنو. المهم بدت تعدي علي ايام طبيعي. امر الكتاب نسيته تقريبا يومين، وبهاي اليومين رحت للمسجد صليت واتلفت ما القى. المهم تقريبا باليوم الرابع او الثالث ما اتذكر رحت للمخازن وبديت واقف وانادي باسمه وما كان اكو اي احد يجاوبني. رحت ودقيت الباب مال المخزن وما كان اكو اي احد. شويه واشعر بحركه وراي، اجى شخص يمشي وصاعد يعني حمار، وهذا الشخص اول مره اشوفه. صاحني وقال لي ايش عندك هنا؟ قلت له جاي على صاحبي فلان. قال لي فلان سافر، ليش انت ما تدري وما قال لك؟ زين هذا ايش مدري؟ امر غريب، اشو صرت كتاب مفتوح للعالم من الصير شاء الله وياي اكو ناس غيري يعرفوه. وكان بعد اكو فد امر غريب ثاني، هو هذا الرجل اللي كان صاعد فوق الدابه او هذا الحمار، كانت رجليه مو طبيعيه، طوال جدا. ولما اقول لكم طوال يعني لما هو رافع اللي فوق حيل، كان رجليه يعني مو بس طخم بالارض، كان نزلن بالارض. اتقدمت علي ردت اتكلم وياه وريحته كانت كريهة، ما قدرت اوقف يمه 5 دقائق وتركته ومشيت، حتى ما تكلمت وياه اي حاجة. لكن هو كان يطالعني ويناظر علي بنظرة غضب، يمكن شي اجيت لهذا المكان، اخاف هو مأجر المخازن وشافني قريب وخاف. المهم مشيت مسافة مو بعيدة عنه، وكان اسمع واحد يناديني يقول لي لا تنسى اقرأ الكتاب عود. الصوت كان عالي، التفتت ما لقيت اي احد، وهنا شعرت بقشعريرة ومباشرة رحت ركض للبيت خايف. شكلهم فعلا جن، ومثل ما قال اكو جن مسلم يعيشون ويانا، واحتمال انا شي اطلع واصلي، احتمال قاموا يتواصلون وياي. كنت بالبداية اقول ان الامر بسيط جدا، يعني اوكي هم جن عادي صح ما نشوفهم، لكن انا راح اشعر بيهم، هاي بسبب عقليتي بذاك الوقت. المهم رحت للغرفة سديت الباب علي وقررت اقرأ بهالكتاب. طلعت الكتاب وبديت اقرأ به. الكتاب بالبداية ما كان كتاب مطبوع، الكتاب كانت اوراق عادية وكانت يعني بقلم مكتوبة، وهذا القلم كان اكو لون احمر وقلم ثاني اسود، والكتابة كانت مبينة مكتوبة بيد، يعني ما مكتوبة بطابعة. اقلب الكتاب اريد يعني تاريخ عليه، اريد اسم مؤلف، لان انا قلت لكم احب يعني كتب، وكنت اجيب كتب من المسجد اقراها، لكن مو قرآن، كنت اجيب يعني كتب ثانية. المهم هذا الكتاب كان مبهم، لا عنوان ولا اي حاجة، والكتاب مو قليل تقريبا كان يعني بي بالمئة وخمسين صفحة بهالحدود، يعني كان ثخين لكن ما كان مرقم أبد، يعني حتى أرقام ما بي. بديت أصفح بالكتاب وأقرأ، وأنا جاي أقرأ بالكتاب وأصفح بي، لكن عشوائي انتبهت على شغلة، مكتوب البداية فوق تقريبا هاي ورا صفحتين، وبعدها بالنص مكتوب الوسط، وأكيد دورت بالأخير لقيت النهاية. يعني هذا الكتاب 3 مراحل، يعني أريد مثلا مكتوب الفصل الكذا، ماكو أي حاجة، والكلمات اللي بيه كانت غريبة جدا لغاية ما ظليت أقرأ بيه من البداية حتى أفهم. بالبداية كان يحكي على الكواكب ودورانها، وما كنت أعرف، لكن هذا الأمر شدني. تعرفون أنتو السماء شيء مجهول وما حد يعرف عنه، يعني فلما انت تقرأ كتاب يحكي عن الكواكب والمجرة وشون الكواكب تفتر وغيرها راح تنشد. بأول تقريبا 4 صفحات
وبعدها بدأ الكلام يتغير. الكلام بدأ يعني مثل الأدعية، يوم كذا أكو هيك أدعية تقولها، لكن هاي الأدعية ما كان ينذكر بيها اسم رب العالمين. هو صح مكتوب دعاء، لكن هذا الدعاء يعني مو تدعي به رب العالمين، يعني تقول كلمات وصعبة جدا على لساني يلفظها، وأحيانا يعني الكلمة ما تطلع مني أو أحس أنه أحد لازم لساني. وأنا كنت أقرأ بالكتاب، كنت جالس وحاط مخدة على رجليه وحاط أيدي بهاي الطريقة والكتاب موجود على السرير وجاي أقرأ بيه. مرة واحدة حسيت أكو جسم صار على ظهري، وهذا الجسم كان ناعم كأنه ثراء. المهم جمدت عن الحركة، التفتت ولقيت قط لونه أسود موجود على سريري، وهاي أول مرة تصير عندنا بالبيت أو أول مرة بحياتي أشوف قط أسود. والقط هذا ما كان وصف أو قط يعني ما شارع، نظيف جدا، وكان عيونه صفر وحجمه كبير مو صغير مثل القطط اللي أشوفها. طبعا أنا أحب الحيوانات بصورة عامة، حتى الطيور كنت أحبها، يعني حتى الحيوانات ما أحب أذيها، لكن أول ما شفته ما أعرف اللي صار بيه، خفت منه، جالس وراي وقريب جدا علي. وهاي ما تصير عندنا أبد، لأن إحنا لما نشوف القطط دائما يعني ينهروها، الأطفال يقضون وراها، الناس تطردها لأن تطب للبيوت تأخذ الأكل وتطلع. المهم هذا كان أمر غريب، ناظرت عليه شوية، ظلت أناظر بوجهه، حسيت أنه ابتسم حرفيا، حسيت أنه هذا القط الحيوان ابتسم بوجهي، وهذا الشيء صابني يعني بالذهول. بديت أتقرب عليه وأناظر بوجهه، مرة واحدة ما أعرف إيش قال، قال كلمة ولا المهم صدر من عنده صوت، لكن الصوت هذا اللي صدر من عنده الصراحة خوفني، لأن كأنه شخص وتكلم ونزل من السرير مباشرة يتقدم. وصل للباب، الباب مال غرفتي كانت يعني مسدودة أو بها فتحة صغيرة بسبب يعني المبردة أنا مشغلها في سبيل يعني يطلع الهواء ويصير تيار، لأن من السدها تختنق والمبردة ما راح يطلع من عندها هواء أبد. الباب هاي اتحركت، تحركت وحدة وانفتحت، وهو طلع. أول ما طلع قمت أناظر لقيته اختفى وما أعرف وين راح. رجعت للغرفة خايف، طفيت المبردة، سديت الباب علي لأن كنت مرعوب وريد أعرف شنو اللي جاي يصير، لأن بديت أسمع أصوات وأهلوس. أنت إذا صار بك هذا الموقف راح ترجع تكمل قراءة؟ أنا بالنسبة لي ما أقدر. جبان إذا أنت صار وياك هيك موقف كمل براحتك. المهم ما قدرت أقرأ، مباشرة رميت الكتاب على الأرض بعيد عني وخفت، ودخلت بالسرير ماتي وأنا أرتجف، أغطى راسي أحتر جدا وأحس أنه أكو يعني نار بداخل الشرشف اللي كنت متغطى به. أوخر الغطى عني أشعر ببرد شديد، وكان علينا موسم صيفي، ما عرفت شنو اللي أسوي. شوية وكان أسمع صوت مال حشرة، والحشرة هاي كانت من الحشرات الليلية اللي يصير صوتها مزعج، لكن هاي الحشرة بيها شيء مميز، هو الصوت العالي كأنه تحسها مو حشرة، كأنه تحسها يعني حشرة بحجم مضاعف، الصوت عالي يعني ما حد راح يقدر يتحمله. المهم وانا جاي اسمع هذا الصوت حسيت اكو شيء يمشي من ورا على ظهري، حاولت ألزم بيدي وما قدرت. المهم مديت ايدي لمحت اكو شيء يمشي يعني على رقبتي، لكن كان حجمه كبير، خفت من عنده وخرت ايدي مباشرة، ومرة واحدة وقعت حشرة كبيرة. الحشرة ما كانت صغيرة يا جماعة الخير، كان حجمها تقريبا بكبر برتقالة يعني بهيج حجم أو تفاحة وسط مو كبيرة. طبعا هذا الحجم أكيد مرعب، يعني أكبر شوية من العصفور. المهم ماني خفت مباشرة وقمت ما أعرف شو سوي، أنفض بالفراش. وهنا أنا مرة واحدة انتبهت، لقيت الكتاب متقرب من مكانه، أصلا أنا من شمرته انفتح لقيت الكتاب قريب جدا علي. هنا أنا بديت أشك، قلت خلاص ما راح أقعد بالغرفة دقيقة واحدة، شنو موضوع هذا الكتاب؟ المهم طلعت وتركت الغرفة
ورحت كانت عندنا يعني مكان مسوينه مثل الصالة نجلس بيه. جلست هناك وشوية جبت أسمع كلام براسي، يعني يقول لي إنه موضوع طبيعي، إحنا موجودين، إحنا جن، نحب نتواصل وياك، إحنا جن مسلمين، لا تسوي هيك أشياء. بديت يعني أحس مثل الرسائل، لكن أني ما كنت أستوعب. أخذت 3 أيام وأني أسمع هذا الصوت كأنه واحد يدفعني على هذا الفعل، وكنت أقعد ويا الآذان تقريبا أو قبل الآذان، لكن أتكاسل أقوم أصلي. وبعدها تقريبا مش كم يوم لقيت الكتاب اختفى، وبديت أنا اللي أدور عليه بالغرفة لغاية ما رحت وسألت والدتي. قلت لها أنت طبيتي لغرفتي؟ قالت لي غرفتك طبيت مرة ولقيت قط أسود موجود بيها ما أعرف منين داخل، وحاولت أطلعه وما طلع، ودخل جو السرير، وانت تعرف ظهري يوجعني، لكن نزلت ودنقت وما لقيته. قلت لها أنا ما جاي أسألك على قط، أنا جاي أسألك على كتاب. قالت لي أنا حكيت لك على القط وعلى الكتاب، أنا الكتاب ما شفته أبد. المهم بهذا اليوم والدتي راحت ونامت، وأنا رجعت دخلت للغرفة. وأنا دخلت للغرفة سمعت الباب مثل اللي تحركت، كأنه يعني والدتي كل مرة تجي يعني بتناظر علي وتروح، ومثل ما قلت لكم الباب أخليها مفتوح. هالمرة الباب تحركت راحت وردت انسدت. أول ما انسدت الباب كنت حاط يعني قطعة من الصخر صغيرة أو طابوقة في سبيل الباب لا تنطبق كامل، رجعت انسدت وكان يسقط شيء على الأرض. هذا الشيء أرعبني جدا، سقط الكتاب لكن بنص ورقة منفردة. جبت الكتاب وفتحت هاي الورقة اللي كانت مطبوقة بالنص ومنفردة، وحدها أصلا مو من ضمن الكتاب، مكتوب عليها احنا اختاريناك وحبيناك ونريد نتواصل وياك، نفيدك وتفيدنا، ارجع اقرأ بالكتاب، واذا ما تريد رجع الكتاب المكانه. زين انا ما اعرف اصلا هو وين كان مكان الكتاب شوي، وقلتان ليش خايف واذا هم جن؟ لكن المشكله مو بي، اكو خوف بقلبي من شنو ما اعرف. المهم قمت اقرأ بالكتاب، وبهذا اليوم ظليت أقرأ ظليت أقرأ لغاية الصلاة مال الفجر. أتأخرت جدا، ما كنت واعي أنه وقت مال الصلاة، لكن أتأخر الوقت ونظرت على الساعة اللي عندي، فعلا ما ظلت يعني 10 دقائق على الصلاة، توني أريد يعني أسد الكتاب وأقوم يعني أطلع أتوضأ في سبيل أروح للمسجد. أصلا حسيت أنه فتشي ثقيل فوق ظهري، كأنه واحد جاي يشلب بيه وينزلني، وانجريت جر للفراش ونمت. وحتى لا أطولها عليكم بديت أسمع أصوات وأشوف حاجات قدامي كأنه ما موجودة، وقمت أي كلمة تعصاني وأني أقرأ بهذا الكتاب بس أغمض عيوني شوية، وبديت أفهم شوية شوية، يعني مثلا ذاك كلمة ما فهمتها وغمضت وبديت أتأمل بهاي الكلمة كأنه يظهر قدام الشخص بوجهه، وأنا جاي يعني أشوف هذن الأشياء كل كلمة ما أعرفها وأغمض. كنت أشوف أحيانا بنات شكلهن حلو، أحيانا أشوف أطفال، أحيانا أشوف يعني ناس شكلهم غير مقبول، وأحيانا أشوف ناس شكلهم مثلنا طبيعي إنسان. فكانت هاي الكلمات، أو اللي عرفت أنه هاي الكلمات هي أسماء الجن، وأكو طرق لتحضير الجن بهذا الكتاب، لكن الكتاب كله بطريقة أو طريقتين فقط، أما باقي الكتاب يتكلم كله عن أدعية، وهاي الأدعية ما أعرف شنو فائدته، لكن واحد مثلا الضيق ما أعرف، واحد المرض ما أعرف، واحد شنو يعني، كأنه كتاب يتكلم عن علاج. المهم بطريقتين التحضير الجن، وأكو طريقة ثالثة هم كانت موجودة بهالكتاب لكن ما فهمت من عندها حاجة، حتى لما أتأمل ما جاي أشوف أي حاجة، أشوف ظلام الظلام وأسمع شيء براسي كأنه وزع أو كأنه مخلي راسي بمكان بنحل. المهم قررت أحضر جن من هذا الكتاب، وفعلا بديت أطبق بالطريقة، لكن هاي الطريقة تحتاج بعض أشياء أجيبها، وهاي الأشياء رغم بساطتها ما كانت متوفرة عندي وما متوفرة بالقرية.
وطول هذا الوقت كانت والدتي تقول لي إيش بيك عندك أشياء تسويها غريبة جدا. والدتي كانت تقريبا كل خميس يعني كل 14 يوم تقريبا نذبح دجاجة من اللي عندنا وناكلها أنا ووالدتي. أنا كنت أحب اللحم مال الدجاج بصورة مو طبيعية. والدتي تسألني وتقول لي ليش ما جاي تاكل يعني جاي تاكل شوية منها والباقي العظام تظل تاكل بيهن. ما كنت أعرف أكل شوية من اللحم وبعدها أشعر أنه أنا يعني نفسي تدني على العظام، حتى العظام مال والدتي هي تشمرهن أنا أخذهن وأكلهن. أكل العظام لكن تعرفون أنتوا العظام يعني تكون هشة نوعا ما مال الدجاج. المهم ما كنت منتبه على نفسي أبد. والدتي تقول لي أنت تغيرت هواي وأنت صاير كتوم وساكت والصراحة شكلك ما عاجبني. كنت أقول لوالدتي شبيه ما بي أي حاجة. المهم كل هذا الأمر صار والكتاب كان موجود بالغرفة. والدتي تدخل للغرفة مالتي باليوم مرتين أو ثلاثة وما تشوفه. أحيانا يعني أنسى وعوف على السرير والدتي ما تشوفه. والأغرب من هذا كله لما أجي أحيانا ألقاه على السرير لكن متغير مكانه، أو أحيانا ألقاه تحت السرير وحده أو تحت الفراش. المهم قررت أروح للسوق وفعلا رحت للسوق اللي صاير بالمدينة في سبيل أجيب الغراض لتحضير هذا الجن، وعلى أساس أن هذا الجن هو جن مسلم، وعلى أساس أن هذا الجن تقدر تسوي هواي أشياء من خلاله وتقدر تتواصل ويا الجن وحتى تقدر تتزوج جنية مسلمة إذا هي وافقت عليك وإذا أنت التزمت بعدة شروط. لهنا كانت الوضعية تمام عندي وفعلا رحت للسوق في سبيل أجيب عدة غراض. فنصعد سيارات ومواصلات. كنت كل ما أصعد في سيارة مواصلة أشوف شخص بيها وهذا الشخص يعني بكل مواصلة صعد ما أعرف لكن ما بدأ صعد وياه صعد من المحطة الثانية. المهم لما نزلت وأنا جاي يمشي نادان باسمي وقال لا تستغرب أنا أعرف اسمك ولا تسألني شلون وليش راح أدليك بمكان تجيب من عند الغراض فقط ولا تقول أنا منه بتروح لفلان مكان وتسأل عن الشخص الفلاني وراح يدلوك بيه وتاخذ غراضك وترجع وحتى فلوس ما راح ياخذ منك بس قل له هالكلمتين. طبعا الكلمتين كانوا طلاسم وما أقدر أقولهم بالفيديو في سبيل لا أضركم ولا أضر نفسي. المهم هذا الشخص بعدها اجى ما اعرف رجال من ورايا يعني صار قريب جدا على طخبي التفتت رجعت لقيت اختفى تماما ما موجود اي احد قدامي واصلا كانه ما تكلمت ويا اي شخص. فعلا بديت امشي واسال عن هذا الاسم وفعلا كان اكو هيجي اسم وكان هذا الشخص عطار ويبيع اشياء يعني بخور وغيرها ومستلزمات يعني هاي مال اعشاب وغيرها. فرحت علي أول ما شافني طالع بوجهي قال لي أمور شنو تريده قلت له أريد كذا وكذا 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 قال لي موجودات راح جاب حطهن بكيس وانطانيهن قلت له شقد حسابهن قال لي الحساب هالقد. مديت إيدي على جيبي وذكرت الكلمات اللي قالهن قلت الكلمتين بوجهه وشان يقول خلص أخذهن وروح. خذتهن وطلعت واستغربت قلت الأمر جدا سهل هذولا بعدني ما محضرهم ما خلوني يدفع فلوس لعد إذا حضر جن عندي إيش راح يصير لأن هذا على أساس الجن مو تحت خدمتي هذاك اللي راح أحضره بس أأمره وأقول له يتحضر هو هذا الأمر المغري يعني بالسالفة كلها. وبعد ما رجعت للبيت الطريقة تتطلب مكان فاضي وكانت الطريقة بيوم معين وهو يوم الأربعاء ولازم مكان خالي تماماً من البشر. وبما أنه إحنا نسكن بأراضي زراعية وقرية صغيرة من السهل ألقى مكان فاضي. القرية مارتنا مثل ما قلت لكم كانت بين نهر وبين شارع فأنا ورا ذاك النهر لما تروح تلقى أرض شاسعة فارغة وخصبة جدا بعد مسافة. فأنا خدت غراضي وخدت الكتاب وتوجهت تقريبا الساعة 9 في سبيل يعني الساعة 11-12 أبدأ بالطريقة وكنت مصمم على الموضوع لأن كان الموضوع سهل بيع عدة بخورات وبيع عدة يعني أشياء ثانية وتأخذ وياك
جلد، وهذا الجلد مال حيوان، وتاخذ له قلم وياك وتملي يعني كلمات هناك بي، وهو يجي بعد ما ياخذ من عندك هذا الشيء خلاص صار إلك، ويقوم شوكت ما تناديه بعزيمة صغيرة يظهر لك، لأن أنا صرت يعني أعرف بهذه الأمور. المهم مشيت لغاية ما وصلت مكان فاضي تماما ومفتوح، البيوت وراي وبعيدة، والطريقة هاي ما تتطلب إنارة وضوء، شمعة واحدة بسيطة وينتهي الموضوع. المهم حطيت الشمعة بديت أطبق بالطريقة بحذافيرها. هو يجيك، وأول ما يجي راح يجيك بهيئة إنسان طبيعي، لكن أنا اللي إجاني ما ظهر لي يجي إنسان طبيعي، أنا اللي حسيته راح يظهر إلي إنسان مثلي عادي. المهم شفت الشخص يمشي من بعيد ورا ما كملت الطريقة، وكنت قاعد أول ما وصل ليمي ورفعت الشمعة من الأرض وناظرت بوجهه ارتعبت، عينه واحدة كانت أعور. رجعت لي ورا وقلت له أنت منو؟ ومرة واحدة أسمع صوت بإذاني يقول لي لا تخاف منه، إذا خفت من عنده يقتلك بهذا المكان. ما أعرف شلون جاني ثبات، قلت له أنت منو؟ وأنت شرايد؟ أنا ما حضرتك. قال وراح، قال لا هو أني، أني صيحولي الأعور، وأني من هاللحظة تحت أمرتك. المهم أني مباشرة قمت أكتب بهاي الكلمات على القطعة هاي مال الجلد في سبيل أنطيها، وكانت ما تعبر السطر، كملتها وانطيتها، أخذ ومشى. وأني ما مصدق بهذا المكان، ظليت أناظر وبعده جاي يمشي قدامي، ما أعرف شلون، كأنه إلى مثل الأضاءة أو كأنه هو يمشي إلى فد نور خافت. قمت أمشي ورا، وأنا جاي أمشي ورا سمعت مثل الأصوات يعني موجودة أو حوالي، شون صوت ما أعرف يعني ما أقدر أقلده لكم، لكن كان صوت مرعب. ورجعت للبيت وأنا فرحان وخايف بنفس الوقت بسبب وجهه. صح هو كان شكل مال بشر لكن بشع وعينه ما أعرف شلونه. المهم قلت ما عليه، خلاص هذا رب العالمين خالقه وهي هاي عينه وهذا شكله، هو أنا يعني من راح يطلع لي جني أقوم أدور بشكله قابل أريد أناسبه. المهم رجعت للبيت، دخلت ولقيت والدتي ما نايمة تقول لي خفت عليك وقلبي وجعني، حسيت أنه أنت بيك حاجة. قلت لها ما بي أي حاجة وأموره طيبة. المهم مرة واحدة وأشوف والدتي تبكي ومو عوايدة، قلت لها إيش بيك؟ قالت لي ما أرد أخوفك، خلاص لا تنام بغرفتك، تعال نام هنا يمي. قلت لها ليه السولفي؟ قالت سمعت صوت وكنت نايمة وأنا عبالي أنت جيت. قمت دخلت للغرفة مالتك ناظرت، لقيت مرة ورجال بغرفتك، وأول ما ناظرت عليهم وطالعت ما أعرف وين اختفوا، وكانت خايفة جدا وترعش، انقهرت عليها لكن ما أقدر أقول لها. قلت لها خلاص أنت حلمانة شكلك، قالت لي لا. ووالدتي لما متأكدة كان ما قالت هذا الكلام، لكن كانت متأكدة ومصممة، وقالت لي هذا القط الأسود ما مرتاحت له، دائما أشوفه ويختفي، أحاول أطرده من البيت وطلعه ويختفي. المهم قعدت ويا والدي شوية هديتها وقلت لها ماكو أي حاجة، كنت أضحك بوجهها وما أعرف شنو، وخلتها تروح وتنام. وبهذا اليوم دخلت بالغرفة نمت يمها، وباليوم الثاني واجهت مشكلة، هو أنا شلون راح أقدر أتواصل وياه وأناديه ويظهر لي ووالدتي يعني موجودة. يوم ثاني يوم ثالث أريد أطلع برا، والدتي خايفة لغاية ما أنا قاعد ويا والدتي وأسمع صوت بذاني يقول لي حتى إذا ناديتني ترى ما راح تشوفني، وبس أنت اللي راح تقدر تتواصل وياي، وأنا أقدر ما أظهر إليك بشكلي، وأقدر بس تسمع صوتي، أي شيء محتاجة من عندي أسوي لك إياه. طبعا عدى علي تقريبا شهر وأني كانت يعني طلباتي مجابة، كنت أطلب أشياء تافهة وبسيطة يقدر يسويها أي بشر طبيعي مثلي، يحرثون الأرض وفعلا كانت الأرض تنحرث، يعني أنام أقعد ألقاها محروثة، مي للأرض لازم يعني يطلع واحد نوبات يفتحها بالليل ألقى المي مفتوح وطبيعي، كنت مستفاد من عنده بهاي الحاجة. بيوم من الأيام طلعت قبل الفجر وناديته اجي، اول ما اجي كان مبتسم بوجهي وقلت له انا بالبدايه يعني
شلون يعني حكيت عليك؟ أنا مو شكلك وعينك، هو أنت ليش هيك؟ قال لي أنا من الولادة عيني هيك. وبعدها قلت له اسمع، شو رأيك نروح نصلي؟ أني أدري بيه إنه هو جن مسلم. قال لي نصلي شنو؟ قال أنت وأنا لازم ما نصلي أبد، إحنا مرفوع عنا القلم وإحنا نقدر نسوي أي حاجة، وأني مستحي أفاتحك بالموضوع، ردت أنت تفاتحني. قلت له أي موضوع؟ موضوع الصلاة؟ قال لي لا، موضوع الصلاة منتهي، أنت إذا رحت وصليت أنا بعد ما أظهر إلك وما أقدر أساعدك، لأن أنت بالوقت الحالي يعني ما يصير تصلي أبد ما طول أنا وياك، أنت على الدرجة وخلص انتهى أمرك، أنت مو مثل الناس الطبيعيين، أنت تقدر كل شيء تسوي، أنت قرأت الكتاب؟ قلت له أي قرأت بالكتاب وقرأت الكتاب أصلا. قال لي هذا الكتاب بعلوم هواي، أنت تقدر تعالج الناس، تقدر تطيب الناس من أمراض يعني روحية وأمراض كيميائية، قصد على الأمراض العادية. وبعدين قال لي رد أقول لك حكاية بس أخاف ما تصدق. لا لا ما راح أنقل لك، خلاص ما طول أنت ما أمرت مني. قلت له لا احكي، شنو الشيء اللي رد تقوله؟ قال لي هو هذا الشخص اللي أنت كنت تروح وتصلي وراه، تعرفه هو زين لو مو زين حتى تروح أنت وتصلي؟ قلت له لا هو من زمان وكذا. قال لي ايش تعرف عنه بعد؟ قلت له ما اعرف عنه حاجة. قال لي هو عنده بنات اثنين، تدري بهذا الشيء؟ قلت له لا، بس الكبيرة ومتزوجة، يعني هو عنده بعد بنية ثانية؟ قال لي عنده بنية ثانية ومصادقة واحد وما اعرف شنو. احنا بقرية وهذا الامر صعب جدا يحدث عندنا، ماكو شيء اسمه مصادقة واحد، وكنت بذاك الوقت عقليتي يعني ما منفتحة جدا. قلت له يعني شلون؟ قال اذا تحب تشوف بعينك امشي وياي. المهم قلت له وين؟ قال لي امشي وياي وما عليك، وانا جاي امشي وياه. قال لي اذا نظل هيك نمشي راح نتاخر، انطيني ايدك. انا كنت متخيل انه راح يقودني وشويه يمشي اسرع، ومجرد انه اني حطيت ايدي بايده لزمني بهاي الطريقه وشبك ايده علي قوي، والشبكه مالته كانت قويه، حسيت باظافره راح تقطق ايدي، ما اتذكر غير كلمه يعني هدني وجعت ايدي، وبعدها حسيت نفسي انتقلت من مكان لمكان، لقيت نفسي بأرض زراعية ثانية لكن بعد من مدينتنا، وأشوف واحد جالس ويا وحدة، دنيا الليل وخلص يعني فجر وراح تصير صلاة. المهم كنت أناظر، كانوا أكو بنية وولد ما جاي يشوفونه قريبين عليهم، والبنية يعني كانت لابسة هدوم طبيعي وما أعرف شنو. المهم تقرب عليها هذا الشاب، وهو اجى مره ثانيه حط ايده بايدي وما اعرف اللي حصل لي، ولقيت نفسي بنفس المكان واقف. قلت له اللي سويته شنو؟ قال احنا جن واقدر اوديك من مكان لمكان بسرعه. طبعا العمليه هاي اللي صارت كلها حتى اي شخص ليدوخ هذا الجن رسم صوره ببالك، ما وداك لا المكان ولا مش بيك ولا اي حاجه، مجرد انه رسم لك صوره بخيالك هذا الشيء، ما موجود يعني اي حاجة، يعني ما نقله من مكان المكان. لكن الشخص اللي انصاب بمس من هيج نوع او يحضر جن والجن يتمكن منه يقدرون يسوون به اي شيء. قلت له شنو الهدف؟ رحت شوفتني اياها ورجعتني. قال لي بس ردت اثبت لك انت شفتها هي حلوة ولا لا. قلت له ما انتبهت عليها زين. قال لي خلص اليوم راح اخليها تزورك. وبعدها قال خلص صار الوقت لازم اروح، وبدأ يمشي وماكو يعني خطوتين ثلاثة واختفى. بعد ما كملت شغلي رجعت للبيت. المهم نمت، وبعد ما نمت فعلا حلمت به وكانت حلوة وجميلة وحتى ريحتها طيبة بالحلم. ثاني يوم لما التقيت به وأنا ناتيته قلت له أريد أشوفه عن قرب. قال لي شنو رأيك خليها تجيك؟ قلت له وين؟ قال لي هنا. قلت له شلون؟ قال ما عليك أنت، تركني وراح. تركني تقريبا 10 دقائق ربع ساعة وأشوف حرمة تتمشى باتجاهي. حرمة كانت طبيعية وهي اجت يمي أطراف بردت، ما أعرف اللي صار بيه، سلمت علي وظلت تناظر بوجهي وما أعرف هي شو تريد وما أعرف أنا شريد. المهم شوية وكانت تتركني وتمشي. لما مشت كان عندي كلام بقلبي أريد أقوله إلها لكن اختفى، وهو شنو اللي صار وياي ما اعرف. بعدها
قام يعني يجي علي يدبل كلمتين ثلاثة بدون معاناتي، كل معنام أحلم بيها بديت أشوف نساء أشكال وألوان. وآخر شي قمت أحكي له، قمت أقول له أنا أشوف نساء كذا وكذا، وألمح لأنه يصير بيني وبينهم شي بالمنام. فبذاك الوقت هو ما كان يعني يجاوبني أو يساعدني، لحد ما هو قال لي أنت إذا تريد أي حاجة من أي مرة تشوفها بحلمك بس تأمرني وتقول لي راح أجيب لك إياها قدامك. قلت له وأنت شلون راح تعرفها؟ قال لي تحضرني مباشرة وراح أجيب لك إياها، أقدر أجيبها لك بدون ما أمك حتى تشعر بالبيت. إيش هالكلام هذا؟ هذا عالم غريب، عالم خطر جدا ومخيف وسريعين جدا، وكأنه يعني يخطفون بلحظات. المهم كان الوضع صعب وما كنت أستوعب لحد هاي اللحظة اللي أنا بيها مع العلم جاي يتعامل ويا جن قدامي، لكن لحد هاي اللحظة ما عالجت أي شخص ولا أي حاجة. فبيوم من الأيام بدأ يقول لي ترى إحنا عندنا غير هدف، وريدك أنت تسوي كذا تسوي كذا تعالج. ما كنت أعرف أصلا، كنت يعني مثل ما قلت لكم بسيط، يعني الجن بذاك الوقت يمكن تعبوا من عندي لكن أنا كنت مسلم نفسي لهم هذا الشيء. المهم بيوم من الأيام حلمت بوحدة كانت جميلة جدا بثياب أول مرة أشوفها. أول ما قعدت قلت يعني عدة كلمات وهو يظهر لي، طبعا قام يظهر لي من العدم وما أخاف منه ولا أرتعب، عادي أشوفه وراي وعادي أشوفه قدامي بلمح البصر. المهم قلت له أكو كذا وكذا، قال لي أنتظر. المهم قال لي نام على السرير وأريدك تنام على بطنك وتخلي إيدك على عيونك. فعلا أنا نمت على بطني بهاي الطريقة، لكن خليت إيدي على عيوني شوية وقمت أشعر بشيء أو دفو أو حرارة تنزل على أقدامي، ما أعرف غفيت ولا ما غفيت. المهم صحيت لقيت اللي كانت بالحلم قدامي، شلون ما أعرف، كانت يعني من أروع مما يكون. والمشكلة الأكبر مثل الحلم، كانت تتكلم بصوت ناصي وخافت وتتقرب علي. المهم انعجبت به وبديت أتكلم وياها وقلت لها أني لما شفتك بالمنام أريد أرتبط بيك. قالت أنا عدي عدة شروط وأنا أختلف، أنت عرفتهم كلهم واختارتني وأنت كان اختيارك صح. كل اللي كانوا يجون إليك ويدخلون بمنامك كانوا يعني خدم، أما بالنسبة لي أنا ملك، اسأل علي وراح تعرفني، ترى أنا جنية وأنا الجد مالتي جد وأقدر أسوي بيك أشياء. إذا أنت مشيت تحت طاعتي وسقف اللي تريده أسوي لك، فكر بالموضوع وارجع لك. حتى ما أعطتني مجال أتكلم واختفت من يمي، استدعيتها ما أجى يوم، يوم ثاني يوم ثالث يلا يجي، وأول مرة يتأخر علي بالاستدعاء. ولما أجى علي كنت بمكان فارغ تماما لأن أيست بالأيام السابقة أنه هو يظهر. أول ما ظهر قلت له شكو؟ قال لي حضرتها إلك وهي صعبة جدا وإجتي، وأنا ما أريدك يعني تتزوج من عندها وهذا الكلام راح يأذيني، وأنت احتمال بعد مشوف، أنا أريدك تتزوج الإنسية اللي شوفتك إياها، الإنسية قصده على بنت الشيخ. لكن أنا كنت ما مقتنع، أريد هاي. قلت له أنا ما أريد ذيك، أنا أريد هاي تصير زوجة لي. قال لي هاي صعبة ومرة جدا وقلبتها وحشة عليك وراح تخوفك وترعبك، أنا أريدك تبتعد عنها، وأنا ملاكك الحارس وأني كذا وأني كذا. ثاني كل هذا بالأخير طلع فخ، وستعرفون ليش قلت هذا الكلام. المهم طردته وقلت له أنا أقدر أسوي بيك أي حاجة، وأنا رقبتك بيدي بديت أنا أطلع عليه بالعالي، ثاني هم اللي وصلوني لهذا الشيء. المهم بعدها اختفى من عندي وبديت أنا أتواصل ويا هاي عن طريق الحلم، لكن تطورت الحالة، قمت أحلم بيها أتواصل وياها شوية ورا شوية النوم أقعد من الحلم ألقاها موجودة، لكن إذا قعدت يعني بمنتصف الليل. إجتني أيام أطلع برا وأدور عليها لغاية ما قلت لها أريد طريقة أتواصل بيها وياك. قالت ماكو طريقة غير تتزوجني وتوافق
على الشروط، والمهر مالتي كان كالتالي. المهر مالها كان مو صعب وإنما جريمة إنه أنا أسويه بحق الإسلام، يعني حرام علي الشيء اللي سويته وفعل من الكبار، ما أريد أتطرق إلا لأن هذا الشيء حرام جدا حتى ما يصير إنه أنا أقوله أبقص. المهم سوى أعمال شنيعة جدا وبشعة. المهم يقول تزوجتها، بعد ما تزوجتها وصارت زوجة إلي، كانت يعني من ناحية النوم وياها والفراش يعني السيكو بيكو باختصار في سبيل الله أدوخك، يقول كنت أشعر شعور مو طبيعي، يقول أما الأشياء الثانية ما كانت تلبي لي أي طلب. والمشكلة الأكبر بهالموضوع كله أنه هي قامت تجيب إلي يعني بنات ثانين، شلون؟ ما أعرف. أقولها أنت زوجت المفروض ما تقبلين؟ تقول لي لا أنا أختلف، أنا أريد أسعدك فقط، واللي أريده من عندك أنه أنت ما تطلع عن طوري نهائياً لغاية ما قمت يعني أسوي شغلات الناس. واحد راسه مصدع أجي أحط إيدي على أساس أقرأ عليه كذا. المهم شوية شوية بدأ صيتي يعلى بالمنطقة. والدتي بذاك الوقت ما تختلط أبد ونهائياً ويا المنطقة، وشنت أنا يعني 24 ساعة موجود بالبيت، فأول ما تندق الباب علي ما كنت أستقبل أحد، وإذا أكو حالة أنا أروح. بأحد الأيام وأنا طالع جاي رجل داق الباب وقال لها ابنك كذا وكذا والريدة وابنك مبروك وأنا عندي بنتي وكذا، وأنا تظل صافنة قالت له أنت مشبه بالعنوان ومستحيل أنا عندي كذا ومستحيل أصلا جاي من غير مكان. المهم لما اجيت والدتي قالت لي شنو الموضوع، قلت لها الموضوع كالاتي 1 2 3، ما قلت لها متزوج من جنية، لكن قلت لها انا عندي جن مسلم يساعدوني لقاني بالطريق ما اعرف شيء. المهم طلعت لها فيلم، قالت لي هذا الشيء اللي جاي تحكيه ماكو، وهذا الشيء كله خرابيط وخزعبلات، اثبت لي شوف لي شيء بعيني ملموس. قلت لها هسه اثبت لك، تذكرين مرة لما قلت لي مرة ورجال بغرفتك؟ خلاص احتمال دولة كانوا من الجن. هنا أنا والدتي ظلت تربط وقالت الأمر أني ما مرتاحت، ليش اختاروك أنت؟ ليش أنت شنو؟ وأصلا أنت بعدك شاب. واستمرت والدتي تتكلم وياي بهذا الموضوع لأن كانت خايفة علي، وقالت لان الموضوع كله ما مرتاحت، أقعد وسولف لي. سولفت لها، اختلف يعني لما سولفت لها قبل شوي، قالت جاي تكذب علي وما جاي السؤال فعدل. ظلت تلح علي والدتي بالموضوع لغاية ما صرخت مرة واحدة والدتي ما أعرف إيش بيه وانغمى عليها. يوم اللي قعدت كانت خايفة ومرعوبة وقالت لي ما أريد أشوفك بالبيت، أطلع أطلع. وظلت تصرخ علي بصوت عالي، طلعت أريد أعرف والدتي إيش بيها، ما تتكلم المهم عفتها وطلعت. أخذت 10 دقائق برا ورديت طبيت أصيح عليها إلقاها ماكو. المهم رحت ولقيتها بالحمام ساقطة على راسها وراسها نازف دم وما أعرف شو بيها ما تتحرك. ظلت أحاول أساعدها، سحبتها برا، حاولت أنه أستدعي جن ما أعرف شنو لأن أنا أعرف عود عالج، ما قدرت. شوية وأسمع حركة وأشوف الجنية اللي أنا متزوجة، قالت ما بيها أي حاجة. إجت ليمها ما أعرف اللي سوته قعدت والدتي، لكن قعدت والدتي وهي ما أعرف إيش بيها ما تقدر تتكلم، ما كانت تقدر تنطق وأصلاً قامت ما تقدر تمشي. النوب قمت أنا يعني أوديها وأجيبها وكذا. المهم ما أعرف تريد شيء والدتي لكن أنا ما أقدر. وهاي الجنية قالت ترى والدتك إذا ظلت على هذا الحال ما راح يمشي وراح يصير شيء ما يعجبك. أنا لما قالت هذا الكلام قلت لها أنت عندك إيد بهذا الموضوع. هذا الكلام ترى يعني صار ورا تقريبا يعني أكثر من سنة، يعني علاقتي قوية بيها ومرت علي أيام زمن. المهم قلت لها أنت إذا عندك علاقة بهذا الموضوع اللي صار لوالدتي فأنا يعني ما راح أرحمك أبد. أنا كنت متخيل أنه أنا خلص يعني عندي جن وصارت عندي قدرة وهذول جن مسلم وكذا. المهم قالت لي لا أنا ما أضر والدتك أبد وليش أضرها، لكن هي دخلت وشافت ابنك جوه وجفلته. طبعا أنا أول مرة أسمع ابنك، لأن بالبداية هي قالت لي ما راح أخلف منك أبد. أنا شلون ما أدري. المهم
قلت لها ابني شنو الموضوع؟ قالت هي خافت لأن هو ما يقدر يشكل تشكيل كامل، وشافته بنص جسد وسقطت. وروح واسألها إذا أنا جاي أكذب. رحت لوالدتي أقولها شنو اللي شفتيه، تقول لي ما كنت أفهم عليها آخر شيء، يعني كانت توصف لي بإيدها ما عرفت. فقلت لها يعني شفتي طفل بكذا؟ المهم هزت راسها، وهنا أنا تأكدت 100% أن الموضوع من إيد الجنية اللي متزوجة. طلعت وياها وتكلمت وقلت لها اللي تريدينه أسوي، لكن والدتي ترجع طبيعية تمشي وتتكلم. قالت لي عندي شرط لك واحد، تطلع من المدينة وتعوف والدتك وما ترجع أبد، وعيشتك يعني كلها راح تكون علي، وراح والدتك ترجع طبيعية. وفعلا وافقت، قلت لها أطلع من هاي الليلة. قالت لي دم غراضك، لميت غراضي الفجر. وفعلا والدتي صرخت علي ونادتني، كنت قاعد بالغرفة رحت أركض، قالت قمت أقدر أحكي قمت. المهم قامت تمشي، قالت لي أنا ما أريد أشوفك، الموضوع كله بسحر، أنت ما تعرف وأنت أصغر من هاي الأشياء، وأنت انجريت الغير طريق، ومن اللي علمك ومن اللي خلاك؟ بذاك الوقت عبالها تعلمت يعني من واحد برا طبيعي، وهي ما تدري إنه اللي تعلمت من عنده جن. لأن بالآخر الشخص اللي كنت أنا أحضره قال لي بأحد المرات، سألت عليه وقلت له الشخص اللي أعطاني هذا الكتاب، قال لي هذا من عندنا، إحنا حبينا نتواصل وياك. وبعد هذا الموقف فعلا تركت البيت وطلعت، تركت والدتي وقمت أجي عليها كل شهر أنطيها فلوس وأروح، كانت ما تقبل تأخذ مني لكن تنجبر لأن ما عندها أي معين، وحتى لما أطلع تدعي عليه وتقول لي ذن الفلوس راح أشققهن راح أشمرهن وراك، وأنا كنت أعرف إنه هي معتازة. المهم أنا قمت أروح وأرجع عليها وحياتي كلها تغيرت وصرت إنسان ثاني. وأصلا بالبداية يعني مو بداية الموضوع، أما بالنصاني لما دخلت بي عرفت إن الموضوع يوم اللي تزوجتها وطلبت مني طلبات غريبة وسويت، معقولة هي من الجن مسلم وتطلب مني هاي الأشياء؟ فأكيد لا، ترى الموضوع واضح ومبين، لكن هو الشخص يحب هذا الشيء ويحاول يخدع نفسه. كل الناس يعني بالكوكب تعرف أن الجن المسلم ما يتحضر أبد، ومستحيل يتحضر الجن المسلم نهائيا، ما إلى أي طريقة أبدا. احتمال رب العالمين نوبات يعني يصطفي أحد من عباده ويخليه يقدر يعالج ناس بالرقية. ستم لاحظينك مثلا شخص يقول لك هذا الشيخ يرقي الناس، رب العالمين خلى علاج بإيد هذا الشخص بسبب يعني صدقه يا رب العالمين. واكو إنسان ثاني لا، يقرأ قرآن كذا ما يتعالج، وأصلا هو القرآن بحد ذاته شفاء للناس. إذا أنت قرأت الرب العالمين من كل قلبك وفعلا أنه أنت انه تشفى من مرض او شيء، اعلم رب العالمين ما راح يردك خائب نهائيا. وشوف رب العالمين شنو اللي كاتبه لك، احتمال بيك مرض او بيك فت شيء، وهذا هو كله من رب العالمين امتحان وورا فرج يكون قريب جدا وعظيم، يخليك يعني تبكي من الفرح. فهاي المواضيع والقصص دائما اشوف ناس يعني باليوتيوب خاصة قنوات عن هذا الموضوع، تحضير جن مسلم، تحضير خادمة مسلمة، تحضير زوجة من الجن، ماكو هيك موضوع، الجن المسلم ما يتحضر، كلها هاي خدعة. المهم بعد ما صارت عندي هاي المواقف وقمت يعني أفرزن، دائما الشخص اللي يكون عنده إيمان برب العالمين لازم يوم من الأيام يصحى، وطبعا هذا الفضل مو لي، هذا الفضل يرجع لرب العالمين. مرة صحيت بيني وبين نفسي زين هو أنا لي وين راح أوصل؟ فلوس جمعت وصارت عندي، سيارة زينة عندي، بيت عندي، لكن أنا بعيد عن والدتي، والدتي ما راضي علي وإحنا لازم نموت. ها طبعا الجنية كانت تخدعني وتقول لي أنت حتى إذا متت ما راح تندفن، أنت راح تكون مثلنا روحك معرض. المهم يعني كان الموضوع كله كذب كذب، لكن كان براهين وأدلة. راح تقولوا لي شلون بأدلة؟ الأدلة هاي بعقلي أنا ما أشوف فتشي قدامي. شلون مثلا لما كنت أحلم بمرأة تكون واقفة قدامي؟ هو هذا احتمال كله باليقظة، شوفوني بعقلي ومرة تجسد قدامي، واحتمال هي نفسها اللي كانت تتجسد يعني بعدة مرات.
صحوة الضمير شلون صارت عندي وشلون قدرت أتخلص من هذا العالم. بيوم من الأيام رحت أودي فلوس لوالدتي وتأخرت عنها تقريبا شهر ونص ما رحت، لقيتها مشتاقت لي أكثر كل مرة لما أروح تغلط علي وتسبني وتنهرني وما تقبل تأخذ، لكن هالمرة تأخرت شوية وانتو تعرفون قلب الوالدة، فاحتضنتني وباستني ولزمتني قوي، قالت لي أنا يوم من الأيام راح أموت وما حد راح يدري بيه ميتة بهذا المكان، أنا منقطعة من الشجرة، أنا تعبت عليك وربيتك وتالي ما تالي أنت تمشي بهيج درب. طبعا أنا كنت مقتنع أنه هذا الدرب يعني أعوج بالفترة الأخيرة، بالبداية لا، كنت أقول لا ذولا جن مسلم ويفيدوني. المهم قالت لي وين تريد توصل؟ أنت هسه ترى ساحر ومدينتنا هاي كلها عرفت بيك، والناس اللي هسه راحت أنت بغير مدينة وتنقلت يسمونك شيخ يسمونك كذا، ترى يوم من الأيام كله ينفني، واعلم هذا الشيء اللي تسويه كله مرة واحدة إذا واحد قرأ عليك آية الكرسي الجن اللي عندك كلهم ينهزمون، وهسه إذا أنت عندك أحد من الجن وقامت تقرأ، هي قامت تقرأ من الآية، أنا كانوا وياي أربعة، هي ما تشوفهم طبعا، اثنين موجودين أسمع أصواتهم بإذاني، واثنين كانوا لا فعليا وحرفيا أشوفهم موجودين، هذولا كانوا يعني مثل الحراس علي، كانوا يهموني ويخدعوني إن هم حراس إلي وإن هم أقوياء أو أقوى شيء بعالم الجن، يحرسوني من شنو؟ ما أعرف، يقولوا لي أكو جن يريدون مثلا يقتلوك أو كذا، المهم كانوا يهموني يمسوني فد حاجة كبيرة في سبيل أظل تحت خيمتهم، وهي كانت تقرأ، قمت أسمع صوت عياط براسي والاثنين اختفوا، وبعدها بدقائق عديدة صار الموضوع هدوء بهدوء وسبات، كنت طول الفترة أشعر بدوشة براسي، أول مرة أشوف راسي فاضي تماما، ظليت أناظر بوالدتي وهنا نزلت دمعتي، نزلت على قدمها وبستها، بست قدمها ومرة واحدة صحى ضميري، ما أعرف شو أسوي كنت مشتت، قلت لها يقتلوني إذا أنا هسه تراجعت، أنت ما جاي تشوفين اللي أشوفه فعلا، قمت أشوف ناس بعيدين ترسوا الأرض الزراعية بصورة عجيبة جدا. المهم والدتي قالت لي لا تخاف من أي شغلة، اقرأ قرآن كبر بصوت عالي، وهاي اللي قالتها الكلمة بالفطرة، بديت أأذن بصوت عالي من شدة صوتي العالي، أكو واحد جارنا بعيد سمع الصوت وإجا يركض شافني استغرب، شاف حالتي منهار سأل والدتي وقالت له ما أعرف إيش بي. المهم هذا الجيران مارتنا يعني كان إنسان طيب وراح يركض وجاب مجموعة وياي، عبالي إنه أنا متعارك ويا شخص عادي كذا، ومن ضمن ذول اللي جوي كان الشيخ، اكتشفت فد شي مرعب ومو طبيعي، هسه أقول لكم يمكن ما راح تصدقون. المهم بعدها الشيخ بدأ يقرأ آيات قرآن علي، ما لقى جن يعني موجود بداخلي، لكن الجن منتشرين بأرضنا، بدأ يقرأ علي قرآن ويقول لي تحصن نفسك دائما وتحمل وياك قرآن دائما، ودائما تقرأ آيات من القرآن وأنت تمشي، والدتك كذلك ترى وضعيتكم خطرة، لأن كانت القرية تعرف بي هاني مشيت يعني بطريق مال السحر وغيرها، يعني العلاج الروحاني وغير هذا، لما تكتب طلسم ترى أنت جاي تكتب سحر عزيزي وما تدري بنفسك. بعدين اللي اكتشفته أنه هذا الرجل الشيخ اللي أنا كنت أصلي ورا اللي الجن قال لي عليه بنته كذا وكذا، طلع ما عنده غير بنية واحدة وكبيرة ومتزوجة من زمان وراح، بالنسبة لهاي الثانية ما أعرف منين جابها، لأن أنا ما كنت أعرف أصلا أنه هو عنده بنية، فالجن يقدرون كل شيء يسوون ويقدرون يدخلوا لك من هواي أبواب. فهاي القصة لهنا وتنتهي، بعد هذا الشخص عاش حياة يعني صعبة نوعا ما، بدأ يعاني من كوابيس هو ووالده، وأحيانا يرمون بحجر إذا كانوا قاعدين برا، أخذ يعني فترة طويلة جدا لغاية ما هاي القرية بدت الناس تبيع وتطلع بسبب الاعتداء اللي قام يصير من الجن عليهم، لكن مو بكثرة، بس أصلا هو المكان صار ما حد يقدر يعيش به، المي جف جدا بهذا المكان، وبعدها الناس كلها غادرت، وبعدها فترة صارت مدينة بهذا المكان ومنطقة طبيعية، أما هذا الشخص فصارت حياته عدلة
وقامت تمشي عدل بعد ما غادروا الجن من عندها. وأدري بنفسي هواي طولت، لكن ما ردت أسوي هالقصة عليكم جزئين أو ثلاثة، وحفظنا الله وإياكم من شياطين الجن والإنس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله. وإذا وصلت لهاي الدقيقة أشكرك جدا، لأن قليلين يكملون الفيديو وتكملة الفيديو تفيدني جدا، وأشكرك مرة ثانية، وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.